وللوقوف أكثر عند تنامي ظاهرة العنف الأسري في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأستاذة علياء الحسني، المحامية المهتمة بقضايا المرأة. أهلا بك أستاذة علياء. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا حضرتك. أهلا بك. يعني حبذا أستاذة علياء لو تصفي لنا حال الأسر العراقية في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم. صراحة العراق ما ينفصل عن الدول العربية بظهور هذه ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال. يعني احنا قبل فترة تابعنا الطفل موسى اللي هو حاليا هو ترند بالعراق، اللي صارت اللي توفى أثر تعنيف زوجة والده. وبنفس الوقت قبل أسابيع أيضا كانت هناك ظاهرة يعني انتشرت عبر السوشيال ميديا، مدرسة في رياض الأطفال عنفت صغير في لبنان. إذا العراق لا ينفصل عن الدول العربية، مصر دائما بها ظواهر قتل الأطفال، بالعراق أكثر من مرة شاهدنا بفضل السوشيال ميديا الناس يعني صار الموضوع علني، كانت المواضيع هذه تداولها المحاكم وأقسام الشرطة، لكن الوقت الحالي السوشيال ميديا يتناولها ويصعد من التفاعل ويصير قضايا رأي عام. العنف الأسري بالعراق مو ظاهرة جديدة إطلاقا، يعني يعني موضوع يتعلق بالتركيبة البيئية للمجتمع، التركيبة السوسيولوجية للعراقي. يعني اكو مناطق بها عنف أسري وبها انتحار، يعني انتحار الشباب بسبب البطالة وقتل الأزواج، يعني الزوجة تطلب الطلاق والمحكمة ترفض طلاقها، لأن تعرفوا أنت بالإسلام العصمة بيد الرجل، فما تحصل طلاق، يعني تتفق مع عشيقها على قتل زوجها. وهذه الحالة رصدنا أكثر من حالة بالعراق بالسنوات السابقة. بنفس الوقت أكو عنف ضد الفتيات، يعني اليوم مراكز الشرطة ردت حالة عنف ضد طفلة من قبل أخوالها، يعني البنية يتيمة وعايشة ببيت خالها وصار عنف ضدها، وحاليا هي تدور إيواء الأطفال. يعني الموضوع ما له علاقة بحكومة معينة، ما له علاقة بدولة معينة، الموضوع هو تركيبة اجتماعية. مجتمعنا يقول الرجل هو اللي له سلطة عليا بالبيت، هو اللي يضرب، هو اللي يحاسب، هو اللي يكبت، هو اللي يقول هذا ممنوع وهذا مسموح. بنفس الوقت احنا ظاهرة جديدة على المجتمع العراقي بصراحة، ظاهرة تعاطي المخدرات. هذه الظاهرة أثرت كثيرا على سلوك الرجل العراقي والشاب العراقي، يعني سنأتي عفوا يقترف جريمة بدون ما يشعر. نعم، سوف نأتي على هذه على هذا الموضوع، موضوع المخدرات بالذات أستاذة علياء، ولكن ألا يفترض بالدولة بتنظيم حملات توعية على يعني على هذا في هذا السياق الذي تحدثت به عن أن المجتمع العراقي قائم على سلطة الرجل على المرأة وما إلى ذلك، ألا يوجد حملات توعية؟ ألا يفترض أن يكون هناك حملات من هذا النوع؟ صراحة هذا فعلا كلامك صحيح، أكو جهل كبير من قبل النساء. النساء ما يلجؤون لمراكز الشرطة ومراكز الشرطة المجتمعية ولا مراكز، يعني مثلا احنا عندنا منظمات مجتمع مدني، عندنا منظمات نسوية ترفض ظاهرة التعنيف. يعني للأسف هذه المنظمات ما تجيها بلاغات مباشرة من النساء المعنفات. المنظمات أنا أشتغل وياهم شايفة شغلهم إنه التقارير تصعد لهم من السوشيال ميديا، وحالة التعنيف يتابعوها من خلال السوشيال ميديا وصول للضحية. يعني الضحية ليش ما تروح تلجأ لمركز الشرطة؟ ليش؟ السبب ما عندنا توعية بالعراق، يعني قنواتنا الفضائية تشتغل إعلانات تجارية، ما عندنا إعلانات مثلا اجتماعية تخص المستوى العراقي، تخص العراقي، ماكو دعم لهذا الجانب. يعني ما عدا دائرة الإعلام بوزارة الداخلية الوحيدة اللي متبنيتها القنوات الفضائية، عندها نوع من يعني بصورة عامة بالعراق ماكو تغطية لهذا الإعلانات، بس القنوات الحكومية طبعا. يعني القنوات المحطات اللي مدعومة من أحزاب والقنوات الفضائية اللي ما مرتبطة بالحكومة هذه ما لها علاقة، يعني موضوعها تجاري بحت، يعني ما تسلط الضوء. العلم احنا نعرف انه العراقيين يتأثرون بالإعلام، الإعلان التلفزيوني والسوشيال ميديا أكثر من أي وسيلة ثانية. يعني شنو أحط يافطة بالشارع انه بس طيب. عن نفسي روح لفلان مركز الشرطة، مو كل النساء يشوفون اليافطة، لكن القنوات الفضائية هذه توصل رسالة سريعة. يعني طيب كل النساء لهم حق اذا تعنفوا يروحون مراكز شرطه مجتمعيه، يروحون يشتكون مراكز المعنفات، يروحون يشتكون مراكز
دور إيواء النساء، دور بنفس الوقت القضايا اللي تصير بالمحاكم اكو متابعه واكو سلطه على يعني سلطه من القضاء ومن الاجهزه التنفيذيه على العائله، يعني ممكن الزوجه اذا كان هناك تعنيف وتقارير طبيه تؤكد انه هي تعنفت من قبل الزوج وصار بها ضرر من هذا الحياه الزوجيه، القاضي ممكن يفرقهم، ممكن الزوجه تطلق. هل هناك نعم استاذه علياء، هل هناك جديه بالتعاطي مع هذه الملفات بالمحاكم العراقيه؟ اي طبعا اكو جديه، يعني اذا بنيه تعرضت من عنف من قبل والدها تقدر تلجئ للشرطه المجتمعيه وتقدر تحصل حقوقها، الاب يتعاقب، بس الاغلبيه احنا تعرف مجتمعنا مجتمع يعني فطرته طيب، ماكو بنيه تسجن ابوها بالعراق، احنا مو بالسويد ولا بالمانيا، فاغلب البنات يشوفون ابوهم ورا القضبان راح يبدون يتنازلون، يعني مع العلم وضاربها مشوه وجهها عندها كسور بالجمجمه، انا هاي الحالات يعني مشاهداتي يعني الدعاوى تخصني اني، يعني انا كنت وكيله عن بنات معنفات من وصلت ابوهم للسجن قالوا نريد نتنازل ما يتحمل يشوفون ابوهم وراء القضبان، اذا نحن نساعد على انتشار ظاهره العنف لان يعني النساء ساكتات على العنف الاسري. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد الأستاذة علياء الحسني المحامية المهتمة بقضايا المرأة، شكرا جزيلا لك.